استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الرئيس رحب بالرئيس الفلسطيني في مصر، مؤكدا دعم مصر الثابت والتاريخي للشعب الفلسطيني الشقيق، ومعربا عن ترحيب مصر باستضافة اجتماع الفصائل الفلسطينية الذي انعقد يوم أمس بمدينة العالمين الجديدة بحضور الرئيس الفلسطيني، خاصة ما يتعلق باستكمال الحوار حول القضايا والملفات المختلفة بهدف الوصول إلى إنهاء حالة الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية. اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد من المسؤولين. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي بأن الاجتماع تناول عرض الموقف التنفيذي لتقنين واسترداد أراضي الدولة بمختلف محافظات الجمهورية، بما في ذلك حالات التصالح، حيث تم استعراض نتائج الجهود الجارية للحفاظ على حقوق الدولة والشعب وحماية الأراضي الزراعية. أعلن مجلس الوزراء خطة تخفيف أحمال الكهرباء التي سيتم تنفيذها بدءا من الساعة 12 ظهر الغد الثلاثاء في المحافظات المختلفة بعد التنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول. كما عقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة اجتماعا لمتابعة إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء لتوفير الطاقة حرصا على مصلحة المواطنين. نقلت وكالة الإعلام الروسية الاثنين عن وزارة الخارجية الروسية قولها إن البلاد ستواصل الحوار مع كل من الصين والبرازيل وشركاء أفارقة بشأن آفاق التوصل لحل سلمي للأزمة الأوكرانية. جاء البيان عقب قمة روسية إفريقية عقدت مؤخرا وشهدت حث بعض القادة الأفارقة الرئيس فلاديمير بوتين على إنهاء الحرب في أوكرانيا. انتزع المنتخب الياباني صدارة المجموعة الثالثة في بطولة كأس العالم 2023 لكرة القدم للسيدات المقامة حاليا في استراليا ونيوزيلندا، بعدما حقق فوزا كبيرا على نظيره الإسباني وتغلب عليه بأربعة أهداف مقابل لا شيء اليوم الاثنين في الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة. وكان منتخب إسبانيا واليابان قد حسم بالفعل التأهل إلى دور 16 مع نهاية الجولة الثانية، لكن المنتخب الياباني انتزع صدارة المجموعة محققا العلامة الكاملة عبر فوزه بمباراة اليوم.